القضاء، المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة النهاردة قضت برفض الاستشكال اللي قدمه اتحاد الكرة ضد حكم حل المجلس. اتحاد الكرة كان قدم استشكالين، الأول في القضاء الإداري والتاني في المحكمة الإدارية العليا. كمان الجبلاية قدمت دعوة لبطلان حكم الحل. من المقرر أن تنظر نفس المحكمة دعوة البطلان في جلسة يوم 29 من مايو الجاري.